شبابنا وفي فترة تكويننا العقلي والعلمي والثقافي لم تكن هذه الأدوات اللي هي معظمها شيطاني لم تكن موجودة. فإن شاء الله سوف نجعل من المكتبة مركز إشعاع لتصحيح هذه الثقافات ولتصحيح الانحرافات التي تدخل إلى الشباب في بيته بل وتحت غطائه بالليل وهو متغطي ممكن يعني أن يفتح مش عارف الموبايل على إيه والكلام اللي احنا بنسمعه. إن شاء الله ستكون هذه المكتبة مركز إشعاع ثقافي وسوف تكون تصحيح للفكر المنحرف